قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمنا ما يتعلق بالآية ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا يعني أرسل معاذا إلى اليمن وذلك في السنة 10 قبل حجة الوداع وأرسل أيضا بأبي موسى أيضا إلى اليمن معلما وداعيا قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع يعني إما أن تكون نصبا فهي خبر لكان أو رفعا تكون اسما لكان فليكن أول أو أول شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك يعني استجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك أي استجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك استجابوا فإياك وكرائم أموالهم إياك كلمة إياك كلمة تحذير يعني احذر كرائم أموالهم وكرائم منصوب على التحذير والكرائم جمع كريمة وهي خيار المال الكرائم جمع كريمة وهي خيار المال واتقي دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية وذلك بالعدل وترك الظلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب بل ترفع إلى الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل لها. المهم هذا الحديث يشتمل على مسائل كثيرة ويعنينا من هذه المسائل ما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى وهو باب الدعاء إلى التوحيد وشهادة باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله يعني باب الدعاء إلى التوحيد لأن لا إله إلا الله هي التوحيد هي توحيد الألوهية وهذا الحديث نص في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أول ما يبدو به من دعوته هو الدعوة إلى أي شيء إلى التوحيد
فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد. وكما تقدم لنا أن التوحيد هو أول واجب، يعني هذا ما عليه سلف هذه الأمة أن التوحيد أول واجب، خلافا لما يذكره المبتدعة من أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر إلى آخره. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. سهل بن سعد الأنصاري الخزرجي المتصحابي الجليل، توفي سنة 88 للهجرة، قال يوم خيبر لأعطينا، وقول لهما يعني البخاري ومسلم، قال لأعطينا الراية نعم يوم خيبر. غزوة خيبر حصلت في السنة السابعة من الهجرة، يعني في السنة السابعة من الهجرة، قال لأعطينا الراية غدا، نعم لأعطينا الراية غدا. الراية هي علم الجيش الذي يرجع إليه عند القتال والكر والفر، يعني فالراية هي علم الجيش. غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه، وفيها في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يفتح الله على يديه، وهذه أيضا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أيهم يعطاها، لأن هذه منقبة عظيمة أنه يحب الله ورسوله، وأن الله يحبه ورسوله يحبه، لا شك أن هذه منقبة، وأن الله عز وجل أيضا يفتح على يديه أيضا، هذه لا شك أنها منقبة عظيمة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إليه مبكرين، نعم كلهم يطمع أن يكون ممن يعطى هذه الراية لكي تحصل له هذه المنقبة العظيمة، كلهم يرجو أن يعطاها. هذا فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن هممهم كانت عالية لما في الدار الآخرة، بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأخذ هذه الراية ويذهب للقتال، هذه لا شك أنها همة عالية ونظرة إلى الدار الآخرة وتعلق القلب بالله عز وجل ونصرة دينه. قال فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عينيه، يعني يتألم من عينيه، لأن عينيه قد أصيبت بالرمد، نعم قد أصيبت بالرمد. فأرسلوا إليه فأتي به، ويظهر والله أعلم أنه كان لا يكاد يبصر من الوجع، أنه أتي به، يظهر من الحديث أنه قد أتي به يقات. فبصق لتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه، وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، ثم قال أنفذ على رسلك، يعني امضي لوجهك، وقوله على رسلك يعني على رفقك من غير عجلة، أنفذ على رسلك يعني على رفقك من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم، يعني في فناء حصونهم، يعني في فناء حصونهم، فينا تنزل بساحتهم، الساحة الفناء الذي يكون خارج الحصن، وادعهم إلى الإسلام، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه،
الإسلام تترتب عليه حقوق من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم ونحو ذلك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم حمر النعم هي الإبل التي هي أنفس الإبل. نعم هي الإبل حمر النعم هي أنفس أموال العرب. أموال أنفس أموال العرب. المهم الشاهد هذا الحديث يتضمن مسائل كثيرة، والذي يعنينا منه هو الشاهد لما ترجم له المؤلف وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا هو الدعاء إلى لا إله إلا الله، إلى شهادة لا إله إلا الله. لأن الإسلام كما تقدم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا العطف يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا العطف من قبيل الترادف، هذا العطف من قبيل الترادف، لأن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يذكر الأدلة الدالة على تفسير التوحيد. ما هو التوحيد؟ نعم، وأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لكن ما هو الدليل على ذلك، على هذا التفسير؟ نعم ما هو الدليل على ذلك؟ ونعم والمؤلف رحمه الله لما ذكر الدعاء إلى التوحيد ذكر تفسير التوحيد، وهذا المناسبة هنا ظاهرة. نعم المناسبة هنا ظاهرة لكي يكون الداعي على بصيرة. نعم لكي يكون على بصيرة بما يدعو إليه، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكي يكون على بصيرة وعلم بما يدعو إليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى التوحيد بعد أن ذكر ما يتعلق بالدعوة إليه. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون، الضمير في قوله يدعون هذا يعود إلى الكفار. نعم يعود إلى الكفار، يدعون والكفار من يدعون؟ نعم الكفار يدعون الملائكة والأنبياء نعم والصالحين. فقوله يدعون يعود إلى الكفار، أي يدعونهم الكفار، والكفار يدعون من؟ يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟